السلام عليكم، كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. اليوم بعلمكم طريقة عمل فطاير السبانخ اللذيذة، وخلونا نبدأ بالخطوات. بنبدأ فيها بالعجين. بنحتاج إلى 4 كاسات طحين، ملعقتين طعام حليب بودرة، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة ملح، بيضة واحدة، نصف كاس زيت زيتون، مال العجن يعتمد على نوع الطحين. نعجنها كويس لما تصير متماسكة، لا هي قوية ولا هي لينة مرة، يعني تكون شي وسط. بعد ما نعجنها كويس نسيبها تختمر لمدة 10 دقائق. الآن نبدأ نسوي الحشوة. نحتاج سبانخ، أنا هنا استخدمت سبانخ مثلجة، ممكن تستخدموا أنتوا سبانخ الفريش. ربع كاس زيت زيتون، ونقلبها على النار. بعد كذا نضيف بصلة متوسطة مفرومة، وطماطم مقطعة مكعبات، وملعقة طعام سماق، وعصير ليمون حسب الرغبة، يعني في بعضهم يحبوه حامض وفي بعضهم يحبوه عادي فحسب الرغبة، ونص ملعقة صغيرة ملح كمان حسب الذوق. نقلبهم على النار لما نحس انها ذبلت. الآن نجيب المشنة وتحته وعاء ونسكب عليه الحشوة عشان يعصر كل السوائل اللي فيه، يسهل علينا حشو الفطيرة. الآن نجيب العجينة ونفردها ونقصها على شكل دوائر. ونبدأ نحشيها بهذه الطريقة. الآن نرصها في صينية وندهنها بحليب سائل أو صفار بيضة، ونطرحها في الفرن لمدة 25 دقيقة. أنا ولعت لها من تحت 20 دقيقة، وبعد كذا ولعت لها من فوق 5 دقائق. كله يعتمد على الفرن اللي عندكم وحرارته. وبالعافية عليكم، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على لايك. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.